يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: جهاد الدفع سواء كان دفعا عن النفس أو العرض أو الأرض، هل يشترط له إذن ولي الأمر؟ ومن الذي يقول بأن هذا جهاد دفع أو غير ذلك؟ من اعتدى عليك في بيتك أو في محلك يريد مالك أو دمك أو يريد حرمتك تدافعه في غير فتنة، في غير فتنة، إذا كان دفعه لا يترتب عليه فتنة أكبر فإنك تدافعه ولا يحتاج إلى إذن ولي أمر. الله أذن لك أن تدافع عن ما عن نفسك وعن مالك وعن حرمتك. أما مسألة الدافع العام عن البلد لا بد من ولي الأمر ينظم هذا الأمر ويتولاه ويجند له، لا لازم من ولي الأمر، ما هي بالمسألة فوضى. لأنه لو كان الدفاع كل واحد بكيفه كل جماعة بكيفهم بعدين حصل خلاف بينهم، كل واحد يريد الاستقلال إذا انتصروا كل واحد يريد الاستقلال ويقول أنا اللي انتصرت وأنا اللي، يحصل خلاف ثم يتقاتلون بينهم، يرجعون يتقاتلون بينهم في النهاية. لكن إذا كان هذا تحت قيادة ولي أمر إنه لا يحصل فيما بعد شقاق ولا اختلاف. نحن رأينا ناس جاهدوا وحاربوا لكن لما انتصروا على العدو رجعوا يتقاتلون بينهم، لأن كل واحد يقول أن الحق لي، أنا اللي انتصرت وأنا اللي جاهدت وأنا اللي، فصارت المسألة كما تعلمون هذا نتيجة لأنه ما هذا منظم وليس بقيادة ولي أمر. نعم.